مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. الإنسان في العصور القديمة كان يرى الكائنات البحرية شهية للغاية، فكان يحب الرخويات والمفصليات، ولكن القشريات لها عشق خاص، وتعتبر القشريات من الوجبات الأولى التي عرفها الإنسان في تاريخه على كوكب الأرض. وأغلب المطاعم تقدم القشريات لأنها غنية جدا بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية. ومن أمثلة هذه القشريات هي سرطان البحر وجراد البحر وغيرها من الأكلات التي تقدم في البرتغال وإسبانيا وفرنسا واليابان، ويحبها الناس بشكل كبير. ولكن نسبة الكائنات التي يتناولها الإنسان من القشريات قليلة جدا، حيث أن هناك أكثر من 72 ألف كائن يصنف ضمن القشريات، وبعض هذه الكائنات خطير ومخيف. واليوم سنعرض لكم أخطر هذه القشريات، لذا شاهد الفيديو إلى النهاية ولا تنسى أن تكتب رأيك في الفيديو وأن تشترك في القناة. في المرتبة الأولى، لص النخيل. يمكنك أن تتعرف عليه إذا كنت قد شاهدت فيلم الظلام، فهو يعتبر من أكثر القشريات المخيفة. فهو يزن ما يقرب من 4 كيلوغرام، ويصل طوله إلى 35 سنتيمتر، ولديه رئتين، ويمكنه الاستغناء عن الماء لفترة طويلة. وعندما يكون بالغا يستطيع الاستغناء عن الماء تماما، ويستطيع تمييز الرائحة بشكل كبير، وخاصة رائحة جوز الهند، لذا يطلق عليه البعض سرطان جوز الهند. والجدير بالذكر أن هذا المخلوق لديه قدرة كبيرة على تسلق الأشجار، وبالأخص شجر جوز الهند التي يصل بعضها إلى ارتفاع 6 أمتار. ويعتقد البعض أن هذا الكائن يمكنه زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال، ولذا يتم طهوه لهذا الغرض. لص النخيل يتغذى على الفواكه، ولا يهاجم الكائنات والبشر إلا دفاعا عن النفس، وهو خطير جدا إذا قام بلدغ أحدهم. في المرتبة الثانية، سرطان المياه الاستوائية. يعيش هذا الكائن في المياه الاستوائية والمياه المعتدلة، وعندما تراه ستعتقد أنه كائن مسالم وغير مؤذن، ولكن في الحقيقة أن هذا الكائن يستطيع أن يسيطر على فرائسه بطريقة غريبة، فلديه مخالب حادة، وتكون طريقة الاصطياد كالتالي: يختبئ في أحد الأماكن في انتظار اقتراب الفريسة من هذا المكان، وفي اللحظة المناسبة يهاجم بسرعة كبيرة ويقطع بمخالبه أحد الشرايين للفريسة، ويقذف السم من فمه ليقتلها بشكل كامل، وبعد ذلك يأتي لالتهامها بالطبع. وفي تجارب كثيرة استطاع هذا الكائن كسر توقعات المتخصصين في الأغراض التي يستطيع قطعها باستخدام مخالبه الحادة، مثل فرشاة التجميل من الحجم الكبير. ومن المعروف أن هذا الكائن لا يدخل معركة ويخسر فيها، فليس لديه فرص للهزيمة من الفرائس. في المرتبة الثالثة، سلطعون مهناروك الصيني. هذا المخلوق البحري يعيش فقط بالبحر الأصفر وفي البحيرات العذبة بالصين، ومنذ حوالي 100 عام فقط بدأوا في نقله لبعض البحيرات الأوروبية. ومعروف عن هذا السلطعون أنه من المخلوقات الغزيرة الإنتاج، ففي فترة قصيرة يمكنه أن يملأ مساحات شاسعة بسبب سرعة تكاثره، ويمكنه أيضا الحياة في المياه أو على اليابسة. ولكن المشكلة في هذا السلطعون أنه يتغذى على الأسماك وبيض الأسماك أيضا، ويمكنه أن يسبب كارثة في النظام البيئي، بالإضافة إلى الكوارث التي ربما يسببها لعشق هذا المخلوق في الحفر، والتي تلحق بالضرر في السدود الموجودة في البحيرات. أخيرا، يسبب تناول هذا المخلوق الكثير من المشاكل للإنسان، ومنها أمراض تصيب الرئتين، ولكنه من أشهى الأكلات في الصين. ورغم تحذير القوانين الأمريكية من تناول هذا الطعام، ألا أنه لا يزال من الوجبات المفضلة للكثيرين في الصين. في المرتبة الرابعة، جراد البحر الأمريكي. تعتقد أنه يعيش هادئا في المحيط، ولكنه في الحقيقة من أخطر الكائنات، فيزن هذا الجراد نحو 20 كيلوغرام، ولديه جسم كبير ومخيف عندما تراه، ولديه مخلبان قويان للغاية، يستخدم أحدهم في الإمساك بالفريسة والأخرى في القطة. ولا أعتقد أنه سيكون أمرا لطيفا لأي كائن أن يغضب منه جراد البحر الأمريكي، فهذه المخالب قادرة على قطع ذراع بشرية. وليس هذا فقط ما يجعل هذا الكائن غريبا وخطير، فلديه أيضا ذيل قوي يمكن استخدامه في الحصول على الفرائس،
وكما لدى هذا المخلوق أسنان ولكنها داخل المعدة، يحب الأمريكيين تناول هذا الكائن ويعتبر من الوجبات الثمينة للغاية والغير متوافرة دائما. للحصول عليها لندرة وصعوبة اصطياد هذا المخلوق البحري الغريب والمخيف. في المرتبة الخامسة، سرطان البحر المرجاني. لحم هذا السرطان مكلف جدا، رغم أن تناوله متعة حقيقية متاحة بالطبع، لكن ليس للجميع. فهناك من يحبون إضافته لأطباقهم، وهناك من يصنعون الأطباق مخصوصا لتلائم لحم السلطعون المرجاني. وهنا نتحدث عن الأطباق الحقيقية مثل الكامشتاكا أو وجبة السلطعون الملكي. ألا أن ليس كل أنواع هذا السرطان آمنة للأكل، فهناك نوع منه منتشر في سواحل المحيط الهندي غير آمن ويحتوي على نوع من السموم القاتلة. والغريب أن هذه السرطانات لا تنتج السموم من أجسامها، إنما بسبب الطعام الذي تتناوله يمكن أن تصبح سامة، فطعامها يمكن أن يؤدي بحياتها إلى كارثة. وهذه السموم فتاكة لحياة الإنسان، فنصف ملغرام من لحم السرطان المحتوي على السم قادر على قتل إنسان بالغ. وهذا النوع من السموم لا يتأثر بأعلى درجات الحرارة، فحتى إذا حاولت أن تطهو هذا السرطان في أعلى درجات الحرارة لن تستطيع التخلص من السم. لذا يلزم لطهوه طهاة محترفون يخرجون السم من جسمه باحترافية كما يفعلون مع الأسماك المنتفخة السامة. في المرتبة السادسة، سرطان العنكبوت. تتذكر ذلك المشهد من فيلم هاري بوتر الذي يهرب فيه وهو وأصدقاؤه من هجوم لسرب من العناكب القاتلة والمخيفة للغاية؟ حسنا، إليك هذا المقطع، ولكنه ليس تصويرا لفيلم سينمائي، إنما هو صورة حقيقية من حياة السلطعون العنكبوتي تحت الماء، وهو في حالة هجرة جماعية، ومنظره مخيف ويشبه الهجوم. وسبب الخوف من هذه المفصليات ليس فقط شكلها، إنما حجم أرجلها، حيث تصل طول الرجل الواحدة للعنكبوت ما يقرب من 2 إلى 4 أمتار. ويزعم البعض أن هذه العناكب قادرة على قتل طفل حي، إنما دعونا نكون منصفين، فهذه العناكب غير ضارة أبدا للإنسان، كما أنها تعيش في أعماق كبيرة جدا، وعاد ما يجعل وصولها للإنسان صعبا، وكذلك وصول الإنسان إليها لاصطيادها نادر جدا. لذا فهي نادرة ومكلفة إن كنت تفكر في تناولها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي، وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا. وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.